أكد رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد الله صالح أن أي اتصالات له مع مكون أنصار الله أو غيره من المكونات السياسية تأتي في إطار النصح والتصالح والحوار، مثلها مثل اتصالاته مع رئيسي الجمهورية والحكومة المستقلين. أنا لا أخفي إن في تواصل. There is a connection. That's it. ومراسلات. And the correspondence, you know, between. ومعظمها نصايح. And most of them are advices to them. للإخوان في أنصار الله. للإخوان في. To Ansar Allah. نصايح. Many most of Ansar Allah. لمصلحة البلد. ليست هذه النصايح موجهة ضد أحد. ولكن But it's not against anyone. في إطار التسامح والتصالح والحوار. صلحت التطورات الأخيرة على الساحة المحلية إلى ما وصفه بعجز المكونات السياسية وفشلها في التوافق على حل سياسي في الأطر الدستورية لأزمة الفراغ السياسي الناجمة عن استقالة رئيسي الجمهورية والحكومة. نتيجة ضعف أداء بعض القوى السياسية مع المشهد السياسي في الساحة اليمنية وعدم تعاملها بجدية في الحوارات وعدم جديته وقدرته أيضا، فتحمل علي عبد الله صالح المسؤولية لأنه على تحالف وعلى حوار وعلى تنسيق مع أنصار الله. وجدد الرئيس السابق ورئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد الله صالح تأكيده المطلق بأنه لا يفكر في العودة إلى الرئاسة، موضحا أن مسألة ترشح السفير أحمد علي من عدمه أمر عائد إلى السفير وبرامجه. بشهادة الشارع اليمني كانت الأوضاع في عهدكم أفضل، متى سيراكم رئيسا مرة أخرى؟ هذا غير وارد. هذا غير وارد. أنا رجل عجوز. I'm an old man, he said. رجل عجوز. What about your sons? ماذا عن ولدك؟ ابني شاب. My son is young. له برنامجه، له توجهاته. He has his own program, his own directions. له أجندته، ما أتدخل في حياته، ما أتدخل في شؤونه، هذا شيء هو حر.